مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وإليكم نشرتنا الجوية الخاصة بالملاحة والصيد البحري اليوم الأحد 18 جمعة. تتمثل الحالة الجوية السائدة لهذا اليوم في تواجد مجالاتنا البحرية ضمن منخفض نسبي للضغط الجوي. أما بالنسبة للسماء صباحا فقد كانت مغشاة بسحب محليا كثيفة على السواحل الشرقية. بعد الظهر إن شاء الله بشمال تونس سحب أحيانا كثيفة مع ظهور خلايا رعدية. الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 35 مع ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب. شرق تونس السحب محليا كثيفة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية، والريح شمالية غربية تتجه إلى شرقية سرعتها بين 15 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 35 مع ظهور السحب الرعدية والبحر يكون مضطرب. بخليج جيب السحب محليا كثيفة وريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب، أما الرؤية فتتراوح من 3 أميال إلى 6. هذه الليلة إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة على أغلب مجالاتنا البحرية. بشمال تونس تتواصل الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة والبحر مضطرب. شرق تونس ريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، فما تتقلص مع منتصف الليل إلى 5-15 والبحر يكون مضطرب. وبخليج جيبس ريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة والبحر يكون مضطرب، أما الرؤية ليلا فتتراوح من 6 أميال إلى ميلين. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وخليج الحمامات بعض السحب مع ريح شرقية شمالية شرقية ثم تتجه إلى القطاع الغربي بخليج الحمامات، سرعتها من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب، أما الرؤية فتتراوح من ميلين إلى 6 أميال. بمنطقة الشابة وخليج قابس بعض السحب مع ريح شرقية شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب، أما الرؤية فتتراوح من ميلين إلى 6 أميال. نمر لحركتي المد والجزر بميناء إصفاقس متر وواحد وعشرين سنتيمتر على الساعة 11 ليلا وستة عشر دقيقة و 68 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و 31 دقيقة. ميناء جابس متر وأربعة وستين سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و 30 دقيقة و 92 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و 40 دقيقة. ميناء جرجيس 72 سنتيمتر على الساعة 11 ليلا و 19 دقيقة و 42 سنتيمتر على الساعة 5 صباحا و 29 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.